السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل فعلا فيروس كورونا خطير لهذه الدرجة أم أنه مبالغ فيه؟ سبب تسجيلي لهذا الفيديو مع وجود العديد والعديد من الفيديوهات لهذا الموضوع هو أن هناك عدد كثير من الناس وبعد العدد الوفيات الكبير ما زال إما مشكك في هذا الموضوع أو مستهين بهذا الأمر أو فعلا يجهل ما هو هذا الفيروس. وباختصار جدا سأحاول توصيل فكرة الفيروس لكلا الطرفين، الطرف المستهين والطرف الخائف من هذا الفيروس. فيروس كورونا، نعم فيروس خطير جدا وقد يؤدي إلى الوفاة، ولكن في نفس الوقت هذا الفيروس ليس خطيرا ولا يؤدي إلى الموت. كيف؟ للأسف الشديد فيروس كورونا هو فيروس قوي على الشخص الضعيف. فما المقصود بالشخص الضعيف؟ الشخص الضعيف هو الشخص الكبير بالعمر والذي يعاني من أمراض مزمنة، وخاصة أمراض القلب والرئة وأمراض السرطانات وغيرها. فهذا الفيروس اللعين يحب هذه الفئة العمرية ليستطيع أن يؤثر عليهم. وقد يسأل سائل سؤال، إذا كان هذا الفيروس يحب هذه الفئة العمرية، أنا كشاب في العشرينيات ما دخلي بذلك؟ ما شأني في ذلك؟ ما أهمي في ذلك؟ فعلا سؤال وجيه جدا جدا جدا. وأيضا هنا تكمن المشكلة، أنك أنت كشاب لا تصاب أو قد تصاب بهذا الفيروس، وقد تظهر عليك الأعراض وقد لا تظهر عليك الأعراض. المشكلة في أنك أنت سوف تكون سبب في مرض شخص آخر، فأنت سوف تكون سبب في نقل هذا الفيروس لشخص، كما قلنا الشخص الضعيف. فهذه هي المشكلة الكبرى. فأخي العزيز، كن على قدر المسؤولية وأتبع التعليمات لحماية نفسك وأهلك من هذا الفيروس الخطير. وقد تسأل سؤالا آخر، كيف أعرف أني مصاب وماذا أعمل؟ أحسنت جدا، سؤال وجيه ورائع. والإجابة على هذا السؤال سهلة جدا وللغاية. كل ما هو عليك اتباع التعليمات الصحية المعروفة من منظمة الصحة العالمية، وأهمها إذا خلطت أناس مصابين أو كنت في بلد فيه مصابين بأعداد كثيرة وكبيرة، عليك الاتصال بالدوائر الصحية وإخبارهم بذلك. والأهم من ذلك هو التزام بيتك وعدم مخالطة الناس. وقد يسأل أحدا سؤالا آخر، أنا لم أذهب إلى أي مكان، أنا موجود في بلدي، فهل علي أن أتبع أي إجراءات أم لا؟ نعم أخي العزيز، هناك عدة إجراءات يمكن أن تقلل من انتشار العدوى في بلدك ويجب عليك اتباعها، مثل غسل اليدين بانتظام في فترات قصيرة لمدة 20 ثانية على الأقل، محاولة عدم لمس العينين والفم والأنف، لبس كمامة أو ماسك في الأماكن المتواجدة فيها عدد كبير من الناس أو إذا كنت تشعر بهذه الحالة. هذا هو الفيروس باختصار جدا. احمي نفسك وأهلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.